من أقوال قاسم أمين المأثورة إن الوطنية الصحيحة لا تتكلم كثيرا ولا تعلن عن نفسها، يعني اللي ماشيين يطنطنوا بكلمة الوطنية ليل ونهار ما بتنطبقش عليهم المقولة دي. وفي اعتقادي المسلم الحقيقي مش محتاج يرفع شعار عن إسلامه ولا المسيحي عن مسيحيته، لأن معتقداتك وإيمانك راسخين جوه قلبك بتعامل بيهم الناس وقبلهم بتعامل بيهم ربنا. السؤال الأول يعني ايه وطني، والتاني مين هو الوطني؟ أسئلة لو حاولنا نفسرها بمفهومنا النهاردة عدد الوطنيين هيتراجع جدا ويبقوا الوطنيين يتعدوا على صوابع الإيد الواحدة. هل الوطني اللي بيخاف على وطنه من الأعداء؟ طب واللي بيخاف على وطنه من غير ما يعمل حاجة يبقى برضو وطني؟ حتى بالمقارنة باللي بيعمل حاجة عشان خايف على وطنه، هل الإنسان الوطني اللي كل ما بيعمل حاجة فيقول عليها أنا بعمل ده من أجل الوطن يبقى وطني؟ حتى لو غسل وش الصبح بيقول من أجل الوطن. هو الوطني اللي بيكتب عن الوطن على تويتر ويدافع عنه على فيسبوك ويعلي رايته على شاشة التلفزيون ويرفع شأنه على صفحات الجرايد، ولا الوطني هو المشغول بأوجاع بني وطنه ويعمل اللي في قدرته زادت أو قلت عشان يخفف عنهم ويرفع عنهم ألمهم؟ هو مش الوطني بيضحي بأعز ما عنده عشان الوطن، ماله، راحته، صحته، ومش منتظر مقابل ولا حتى كلمة شكرا؟ اللي مش واقف ليل ونهار قدام المراية ويقول أنا وطني ويتحمل الظلم أحيانا عشان مصلحة الوطن بتقوله اسكت دلوقتي وفوت الفرصة؟ هو مش الوطني اللي بيصحى يروح شغله ويعمله بضمير ويخاف على الناس في الطريق والناس تأمن أذاه سواء بالفعل أو اللفظ؟ تخيلوا الشخص ده، هو ده الوطني الحق، وهو كمان المسلم الحق أو المسيح الحق، يعني الشخص الصالح في أفعاله وأقواله بلا تكبر ولا تكبر، هو النموذج للوطنية، وهو النموذج للتدين، وهو النموذج للإنسانية. راجع نفسك بقى وقول لي انت وطني ولا مش فارقة، متدين ولا منظر، انسان ولا حاجة تانية.